تحية لكم مشاهدينا من جديد، وبهيدي الفقرة بدنا نتحدث عن صيام خاصة لكبار السن وأيضا اللي معهم أمراض مزمنة، يعني ممكن يكون عندهم صيام طبعا خاص فيهم كتير ببرنامج غذائي معين ضمن فترة الفطور إلى السحور، ومن هنا اللي ما بيقدروا يصوموا خلال ساعات النهار. يعني تفاصيل كتيرة حول هيدا الموضوع، وكيف رح تكون هي سلوكات الرمضانية الغذائية الصحيحة لهدول الأشخاص. طبعا تفاصيل مع طبيبة التغذية خنساء عاصي. من لك يسعد صباحك. صباحكم جميعا ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيك. يا رب على الجميع. رمضان كريم عليكم جميعا. صباح الخير، كيفك؟ صباح النور. اليوم يعني بعض كبار السن بيكونوا مصرين انه هني بدهم يصوموا، انه وهني اصلا بيكونوا عم ياخذوا ادويه. اليوم شو هي الطريقه الصحيحه للصيام هالفئه من الناس؟ هلا هو الصيام اكيد بينقي جسم من السموم وبيقوينا، هلا والصيام كثير مفيد في حال كانت تغذيتنا صحيه. هلا يذكر انه كبار السن هن بحاجه للطاقه اكثر من الاشخاص العاديين، وبشكل خاص انه مع التقدم بالعمر فالمسن بيصير عنده حالات خاصه مثل تراجع بالشم والتذوق، فهو شهيته للاكل بتقل، بيصير في تراجع باللثه والاسنان، فهو كمان قدرته على المضغ بتقل. هيدا الشيء بيسحب كثير اصناف غذائيه من نظامه الغذائي، لهيك هون لازم نحن كثير ننتبه لشو لازم ياكل هذا المسن. هو بيصير بيتجه اكثر نحو الاكل بيكون مطبوخ اكثر، الاكل المانو قاسي، فلازم نحن نصير ننوع له بهيدي الوجبات اللي تكون صحيه بعيده عن الدهون، بعيده عن المقالي، وبذات الوقت نحاول نوفر له فيها كل العناصر الغذائيه. هذا الشيء كثير ضروري. يعني هلا مثلا في كثير ضروري بوجبه الفطور ووجبه السحور يكونوا موجودين، ما يلغي وجبه السحور ويعتمد بس على وجبة الفطور. كتير ضروري يكون في كربوهيدرات تكون معقدة مثل الحبوب الكاملة، يبعد عن الحلويات الصناعية، يكون في بروتين ولو قطعة صغيرة من اللحم أو الأسماك، ومنأكد على الأسماك أكثر من اللحوم الثانية لأنها بتكون غنية بأوميجا 3 اللي هو جسم المسن كتير بيكون بحاجته، أو حتى قطعة دجاج أو قطعة حتى لو كانت قطعة لحم صغيرة. كتير ضروري يكون في خضروات، كتير ضروري يكون في كل يوم في طبق شوربة، ويكون في كل يوم شيء متنوع، إنه ما تكون نفس نوع الشوربة كل يوم. يفضل الشوربة دائما تكون قليلة الدسم، يعني ما نكون كتير نحن عاملين هيدي الشوربة الدسمة اللي بيكون بعد ساعات الصيام الطويلة معدة الصايم أصلا ما رح تكون متقبلة شيء دسم. فكتير ضروري بشكل يعني الصايم عموما والمسن خصوصا إنه يبلش صيامه، يبلش إفطاره بثلاث تمرات مع كاسة مي، ومن بعدها ينتقل لشوربة وتكون قليلة الدسم. كتير ضروري وكل يوم ننوع شيء، مثلا يوم شوربة خضار، حتى لو عملنا شوربة خضار كذا مرة بس بكل مرة يكون نوع الخضار اللي بقلبه متغير، او حتى مثلا شوربة فروج مع خضار ما بيأثر، انه المهم كل يوم نعمل له شيء. من بعدها يبلش بالوجبه الاساسيه اللي هو بده ياكله، وكثير بنأكد عليه انه هو ممكن مع الوقت يكون جوعان او ينسى انه كثير يعمل مضغ بشكل جيد، لانه هو اصلا بيكون عنده الجهاز الهضمي مع تقدم بالعمر بيصير شوي اضعف، في تراجع باللثه والاسنان، فهيدي كمان المشكله رح تعمله نفخة ورح تعمله ممكن عصير هضم. فكتير ضروري كمان نأكد عليه للمسن بهيدي القصة. تمام. هلا في كثير مثل ما ذكرتي تفاصيل يمكن خاصه للمسنين، هلا في منهم بيكونوا عم يتناولوا ادويه يعني بسبب صح. امراض معينه، كيف بدهم ينظموا هيدا الموضوع؟ هلا كثير ضروري دائما انه في كثير للاسف صايمين بفضلوا الصيام عن تناول الادويه، ممكن حالته الصحيه ما بتسمح بالصيام، فانه كثير ضروري يستشير طبيبه اول. في حال كانت حالته الصحيه بتسمح بالصيام فكثير ضروري كمان يستشير الطبيب او الصيدلي اللي ينظم المواعيد. يعني هلا مثلا اذا كان عنده دواء بيتاخد مره باليوم ما بياثر، خلص فيه يدوز على السحور مثلا تماما او على الفطور او حتى لو مرتين. هلا المشكله بتصير مع الدواء مثلا هو ثلاث مرات باليوم، فهون هو بحكم ساعات الفطور القليله فهو بيتلبك بحاله انه وين هيدي الحبه الثالثه بده يحطها، فهون بيجي دور انه يستشير الطبيب، اما بيغير له الجرعه ليصير دواء ملائم لمرتين باليوم، او حتى ممكن يستبدلها بنوع ثاني مديد. هلا كمان كثير ضروري ينتبه على ادويته، يعني مثلا الادويه اللي كانت تتاخذ الصبح فهو ممكن ياخذها بعد السحور، اما مثلا اذا كان عنده مدرات فهو لا لازم ياخذها بعد الفطور، لانه حيضل رايح جاي على الحمام مخرج انه بعد ما ينام يرجع كل شوي فيه. فكثير ضروري هيدي الحاله انه يستشير
الطبيب او الصيدلي ينظم له الوقت، يعرف يقول له انه لا هيدي خذها وهيدي المكان الانسب. وكان في ادويه بدها عجيق، فانه مثلا بنقول له بعد الفطور بثلاث ساعات بتكون خلص معدتك صارت فاضيه فيك تاخذها، او حتى قبل وجبه السحور بنص ساعه انه هيدا التوقيت الامثل لها. فبهي الحاله بصراحه كثير ضروريه الاستشاره. ابدا ما بصير يقطع ادويته، ممكن يصير عنده مضاعفات خطيره، او ممكن ياخذ كل ادويته بوقت واحد، فهون بصير في عندنا تداخلات بين الادويه، وكمان بصراحه رح ينأذى جسمه للصائم، وهو اصلا بيكون مسن وعنده كثير مشاكل صحيه، فبيكون يعني مخرج بقى اصلا نعمل له مشكله جديده. فكثير هون ضروري بناكد عليهم انه يستشيروا في حال ما قدر يتواصل مع طبيبه على اقرب صيدلي له. تمام. هلا بعض الاشخاص بتقول لك انا ما بتسحر، يعني انه خلص بياكل على الفطور، ممكن ياكل على 11 12 بالليل شيء خفيف وبينام ما بفيق على السحور. هل هذا مضر؟ هيدا غلط، لانه هون نحن قد ما فينا لازم ناخر وجبه السحور لحتى نعطي جسم طاقه لساعات الصيام الطويله ثاني يوم، لانه ممكن باليوم التالي هيدا الشخص يعاني من تجفاف، يعاني من نقص سكر، خصوصي اذا مثلا شغله بيتطلب انه هو يطلع برا البيت يتعرض لشمس، فاجباري حيصير في تعرق واجباري حيصير في فقد بالطاقه. فكتير ضروري نحن ناخر، حتى يعني يكون في وجبه مثلا بين الفطور والسحور، ولكن وجبه السحور كتير ضروريه، وكتير ضروري ناخرها قد ما فينا، يعني ما تكون على 11 12 لا، هيدا صراحة رح يعمل نقص بالسكر باليوم التالي، خصوصي إذا الشخص عم يشتغل ما أنه قاعد بالبيت. عن جد؟ فكتير ضروري. لا أنا ما عم بتسحر. فلا أنت طبعا عن جد بتتسحري. بس أنا بوصل ميتة من الجوع على الإفطار. تماما. يعني إنه خلص. حتى بتحسي يعني بس بلشي تتسحري بتحسي في فرق بالطاقة بيومك التالي. إنه خلص جسمك إنه عبى طاقة. فكتير ضروري صراحة، لا ضروري وضروري يتأخر موعده كمان. شو أفضل سحور يعني ممكن واحد يتسحر؟ لا شوفي لازم يكون كمان السحور منوع، يعني يكون فيه كالسيوم مثل الألبان الأجبان، بس تكون قليلة الملح، ما تكون مالحة كرمال ما الشخص يحس بالعطش ثاني يوم. مثلا مصادر الحديد والبروتين فيها مثلا الفول الحمص البقوليات هدول الشغلات. هلا إذا كان الشخص عنده نفخة فهون، أو مثلا عنده مشكلة بالكولون هيك، فهون بده يخفف هدول الشغلات، يعني يصير يلتجئ لأكلات ثانية او قصص ثانيه. تماما. ويعني هلا بتسحر مش هيك فيقت الصبح بكي. لا واهم شيء السحور، يعني هلا مثل الوجبات اليوميه بتسحري فبدك تضحي ثاني يوم عندك دوام فما بتقدري. تماما. اذا وجبات رمضان لازم تكون منتظمه مثل الوجبات اليوميه، يعني فطور غداء عشاء، او يمكن في توزيع وجبات خاصه بدنا نحكي كمان انه خارج شهر رمضان. لكن اذا بدنا بعيدا عن كبار السن ايضا اللي معهم امراض مزمنه ملتزمين بادويه معينه، يعني يمكن مرضى السكري، مرضى القلب، الضغط، يعني هذول بيقدروا ابدا يقطعوا ادويتهم، فنحكي عن صيامهم، هل ممكن كمان صيام لدرجات خلينا نقول او لناس معينين وناس لا، تماماً. لا ما بيقدروا؟ تماما. نحكي عن هي التفاصيل. تماما، هدول الاشخاص كمان ما بيصير يصوموا بدون استشاره طبيه، لانه ممكن الصيام يتعبهم بزياده، خصوصي اذا هلا يقال انه من الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه بس عندنا 42% هن بيلتزموا بادويتهم برمضان، والباقي يا اما بينساها للادويه يا اما بياخذهم كلهم سوا، يعني المهم ما في غير 42% هن اللي عن جد بيلتزموا بادويتهم. فلهيك كثير ضروري اول شغله الاستشاره لحتى يقدر الطبيب ينظم له ادويته بما يتناسب مع ساعات الصيام الطويله. يعني كمان ممكن مريض السكري كل نهار صايم وجسمه ما عم يدخل له طاقه، وكمان يقعد مثلا ما يلتزم بادويته او ياخرها، فهذا الشيء كثير ضروري يلتزم فيه، وكثير ضروري كل يوم كمان يقيس السكر عنده، وفي حال شاف انه مثلا نسبه السكر على الجهاز اللي عنده اياه بالبيت اقل من 70 او اكثر من 300 فورا لازم يتواصل مع طبيبه، لانه يعني فورا بصير لازم يفطر يعمل شيء كرمال يخفف نسبه السكر او يرجع يطلع النسبه. هلا كمان مرضى الضغط نفس الشيء، ممكن كمان هن صايمين ساعات طويلة أو حتى يجي فطورهم يكون مالح زيادة يرفع لهم ضغطهم، أو حتى يصير مع التعرق صار في فقد أملاح وهن مثلا ما في التزام أدوية، أو حتى ما في أكل صحي. يعني هلا على اختلاف أنت شو بدك تاكلي، في عندك إما شيء صحي قادر يأمن لك الفيتامينات والعناصر الغذائية كلها، وفي ناس لا ما أنا ملتزمة، يعني بتقول لك لا خلص إنه هيدا طيب ما مهم إذا صحي ولا لا، فهون نحن بنفوت بالمشاكل معهم لهدول الأشخاص صراحة. هلا يعني كمان بالنسبه لموضوع الرياضه، يعني ايمتى هو الوقت الانسب لممارسه الرياضه؟ يعني بعض الاشخاص لك برمضان انه قبل الافطار تعبانه وبعد الافطار متقلي بتقل مروته، صح؟ ايمتى نحن ممكن نلعب رياضه؟ هو عندنا قبل الافطار بساعه، وهو يفضل ما يعني ما يلعب الشخص اكثر من ساعه، وبعد الافطار بساعتين بكون خلص انه الشخص هضم شوي وقادر يتحرك. هلا ولكن قبل الافطار يفضل ما انه يلعب أكثر
اكثر من 60 دقيقه. واذا كان مسن مشي مشي كمان بطيء، ما انه يجهد حاله، كمان اذا كان كمان مثلا مسن عنده سكر ما ينزل السكر، او مسن عنده مشاكل قلبيه ما يصير في نرهق عضله القلب اكثر. هلا قبل الصيام، قبل الفطور عفوا، الرياضه كثير ضروريه، لانه هي بتخلي العضلات انه تحرق الدهون اكثر. بمجرد نحن ناكل فالجسم بيرجع بيستفيد وبيرجع بيبني عضله، بيرجع بيقعد بيكون عنده اصلا مستويات السكر قليله قبل الفطور، فهذا الشيء بصراحه كثير بيفيده. ولكن ما اكثر من 60 دقيقه. بس بدي اقول شغله، بيقول انه نحن بعد 12 ساعه حتى يبلش الجسم يحرق من المخزون اللي موجود فيه، يعني انه يعني نحن ما بنبلش يصير في حرق بعد 12 ساعه. عفوا، يعني مثلا انه انا اليوم فرضنا انا عم صوم تقريبا 17 ساعه، لكن ببلش عمليه الحرق من المخزون اللي داخل الجسم بعد 12 ساعه صيام، ببلش بقى الجسم يحرق من المخزون اللي موجود. لا هلا هو بمجرد انت عم تصومي انت لا عم تحرقي، بس اول شغله مثلا بينزل مستويات السكر، بتفقدي الشوارب، بتفقدي فيتامينات، اخر شيء بتفقدي دهون اذا عدهم. ولكن نحن اذا بدنا نحكي عن رياضه، فنحن رح نحكي عن الشخص اللي هو اصلا رياضي، لانه ما عم يلعب رياضه قبل رمضان ما رح يلعب برمضان. بالعكس بتقلي بروده برمضان طبعا، بصير في خمول وكسر يعني تعبان بتخف طاقته. تمام، مهم اليوم نحن نمشي بعد الافطار او كثير ضروري بعد بساعتين، بعد ساعتين لهيك خلينا ناخذ من حضرتك. مو بعد الاكل فورا، بتكون المعده ممتلئه، بكون شخص حاسس بالخمول ابدا، يعني ما بنصح فيها. معناتها خلينا ناخذ من حضرتك وصفات لوجبات يعني لازم انه تساعدنا على زياده طاقه الجسم، ما نحس ابدا بالخمول والكسل، وخصوصي يعني بعد ثاني يوم. يعني كمان تمام ذكرتي من وجبه السحور بدها تكوني غنيه بالكوليسترول وايضا بروتينات، ربما تكون بالبروتينات تساعدنا على الطاقه. نحكي عن وجبه الافطار وكمان يعني شو هي مباشره لازم نحن نبدا، يعني اذا بدنا كمان النظام. هلا ما حدا بيلتزم اكيد بهالنصائح، الكل جوعان، لكن الاصح شو بدها تكون؟ هلا اول شغله انه نحن بدنا بس نعدل مستوى السكر بدنا، فاول شيء تمر ومي وكاسه مي بكفي، يعني ما في داعي الشخص يملي معدته بالمي. هلا في ناس كثير مثلا بتكون عطشانه فاول شيء تشرب كاستين ثلاثه، فما ضل في محل هيك حيصير اضطراب هضمي. منهم بيبدوا بالعصائر عصير. تماما هلا، والعصائر قد ما فينا يبعد عن العصائر اللي ما بتكون طبيعيه. هلا مثلا في العصائر الرمضانيه الطبيعيه، اي عادي يشربها ما في اي مشكله، ولكن العصائر اللي بتكون صناعيه او محلى او المشروبات الغازيه او هدول صراحه يبعد عنهم تماما الصائم. من بعدها يكون في شوربه، وحكينا انه في خيارات كثير، يعني كل يوم فينا يعمل شوربه، ومن بعد الطبق الاساسي وكمان صحن السلطه. هلا بين الشوربه وبين السلطات نحن بنكون ضمننا للجسم الالياف الفيتامينات الضروريه لها. لما بنجي على الوجبه الاساسيه اهم شيء تكون غير مقليه، يعني تكون فهيك كمان من الوجبه الاساسيه بنكون اخذنا البروتينات والدهون. هلا والخيارات كثيرة، يعني أي شخص فينا يعمل أي شيء، المهم نبعد عن السكريات، نبعد عن المقالي. بنجي على وجبة السحور، ضروري يكون فيها مثلا مثل ألبان وأجبان، فهيك بنكون أمنا على الكالسيوم والكربوهيدرات. بنبعدها على الحبوب، يفضل من الحبوب بنكون أخذنا النشويات، يفضل الحبوب الكاملة. مثلا ما بيقدر ممكن يكون في فول حمص، هدول الخيارات، او حتى الوجبه الاساسيه مع شويه شوربه، يعني هدول كلهم فينا نكون. واهم شغله كمان على السحور ما يشرب مي كثير، يعني بكفي كاسه او كاستين. يفضل دائما بين وجبه الفطور لوجبه السحور يكون في كاسه بمعدل كل ساعه، كرمال يقدر الجسم يستفيد من هيدي السوائل اللي عم تدخل. ولكن في حال نحن كثير كثرنا مي على وجبه الفطور فحيصير اضطراب هضمي. هلا في ناس قليل ما بتشرب على الفطور او حتى بين الفطور والسحور. هلا هيدا هو الغلط. يعني هلا نحن كنا عم نقول الصيام هو كثير مفيد في حال نحن عرفنا كيف بدنا نتعامل معه، بنفس الوقت بيتعبنا وبارهقنا في حال كنا عم نتبع او خلينا نقول عم نتعامل معه بشكل خاطئ. يعني لما شخص بين الفطور والسحور ما عم يشرب واجى على فتره السحور واخذ 4 كاسات ما استفاد منه، مثل لما عم يوزع بشكل تقريبي كاسه كل ساعه. يعني هدول الشغلات اللي بيفرقوا صراحه. تماما، طبعا هيدي النصائح للكل الصائمين سواء كان بامراض او باعمار مختلفه. تماما. هلا بدنا نحكي عن الصيام، مثلا في منهم يعني بنقول له الصيام متقطع، يعني مثلا من الفطور عفوا الفطور المتقطع، مثلا بيقولوا لك انا ما بدي اكل مباشره على الوجبه الاولى، صحيح تعداد الوجبات يعني من الفطور للسحور؟ هو صراحة أحسن بكتير، يعني إنه لما شخص خلينا نقول يقطع فطوره، خلينا نقول بين 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 تمر كاسة مي وصحن شوربة، ويريح مثلا ساعة
او حتى نص ساعه بيرجع ياكل وجبه ثانيه، بيرجع ياكل بصراحه استهدى احسن. يعني الجسم هيك بيمتص كل المغذيات، ما بيصير عندنا اضطراب هضمي، أو ما بيصير عندنا تخمه، يعني بصراحه استهدى كثير احسن. او اذا اكل وجبه صغيره بمعدل كل ساعتين او بعد ساعتين فينه ياكل مثلا حصه فواكه. عرفتي، بعدين بنرجع على مثلا عصائر طبيعيه، او بعدين بنرجع على وجبه السحور. لا هذا اسا صراحه كثير افضل. هو الافضل هو الافضل، بس نحن من كثر ما بنكون جوعانين ما بنطبق ولا شغله من ولا بننتظر لننوع الوجبات او عفوا نوزعها. بنصيحه اخيره دكتوره، شو بتحب تخبرينا؟ هلا بحب خبرهم بس اهم شغله عن جد، انه يبعدوا عن المقالي، عن الوجبات السريعه، عن العصائر والمعلبات، قد ما فيهم يحولوا على الاكل المنزلي، الاكل الصحي المطبوخ. هذا الشيء بيعطيهم طاقه، دائما كمان يعتمدوا على التمر بعيدا عن العصائر المصنعه او حتى العصائر الرمضانيه، انه ياخذوها ولكن بمعدلات يعني بمعدلات مقبوله. مثلا المريض اللي عنده ضغط ما ياخذ اكثر من نص كاسه عرق سوس، لانه هي حترفع له ضغطه. المريض اللي عنده سكري كمان ذات الشيء، هي العصائر ممكن ترفع له نسبه السكر بالدم وتاذيه. فلا، انه يضلوا محافظين على ضبط لكل شيء. يعني بمر الشهر كثير بسلام بحسوا هن انه اصلا جسمهم قوي بعد رمضان. مو انه للاسف كثير ناس بعد رمضان بتلاقي انا طلعت من رمضان كثير تعبانه وحسيت انه والله وزني نزل او لا وزني زاد، لانه هن اصلا بيكونوا ما تعاملوا معه بصراحه بالطريقه الصحيحة. تمام، اكيد بدنا نشكرك جزيل الشكر حضرتك طبيبه التغذيه خنساء عاصي، وكنتي معنا بهيدي النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها بفقره اليوم. وان شاء الله يا رب رمضان كريم، صيام مقبول. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك دكتوره، طبعا ان شاء الله بنشوفك بحلقات قادمه. يومك سعيد يا رب. الله يسلمك.